البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان؟ حاشا، فكيف يدين الله العالم إزاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات؟ الذين دينونتهم عادلة، فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه، بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم، لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة أني. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أني. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك
وضعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 11 برمهان، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة استشهد القديس باسيلاوس أو باسيليوس الأسقف. قدسنا في بداية حياته وهو عايش بالتقوى والقداسة والسيرة الروحانية، علشان كده القديس هارمون بطريرك أورشليم رسمه أسقف عام سنة 298 ميلادية مع أساقفة تانيين علشان يكرزوا بالإنجيل في البلاد اللي لسه ما وصلش عندها الإيمان بالسيد المسيح. وفعلا بشر في بلاد كتير ودخل مدينة شرسونة في بلاد الشام، والناس اللي رفضوا الإيمان قاموا عليه وطردوه، فعاش في مغارة يصلي من أجلهم علشان يقبلوا الإيمان. وكان والي المدينة عنده ابن وحيد ومات، فحزن عليه جدا. وبعد ما دفنوا في نفس الليلة شاف رؤية إن ابنه بيقول له: يا بابا هات القديس باسيلاوس واطلب منه يصلي للسيد المسيح من أجلي لأني خايف جدا. ولما صحي الوالي من النوم أخذ كبار البلد وراحوا عند القديس في المغارة وطلب منه إنه يدخل البلد تاني ويصلي من أجل ابنه، وفعلا راح معاهم وصلى صلاة قوية جدا لربنا يسوع المسيح. فقام الولد بقوة ربنا وآمن الوالي وكل اللي معاه وتعمدوا على يد القديس باسيلاوس. اتغاظ اليهود وكل اللي رفضوا الإيمان وقاموا على القديس وضربوه وجروه في المدينة لغاية لما نال إكليل الشهادة. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 212 ميلادية تنيح القديس نارسيس أسقف أورشليم، وكان بيرعى شعبه بقوة التعليم وبأحسن رعاية. وكان في ناس أشرار
جابوا 3 أشخاص يشهدوا شهادة زور عليه، يعني يقولوا إنهم شافوه وسمعوه بيعمل حاجات غلط، وطبعا كل ده بالكذب. قدسنا استسلم لإرادة ربنا وتحمل الظلم بتواضع وراح على البرية يصلي. لكن التلاتة اللي شهدوا زور، واحد اتحرق بيته والتاني جسمه كله مليان قروح ودمامل والتالت بقى أعمى. الناس قالوا يبقى أكيد الأسقف بريء، وراحوا يبحثوا عنه في البرية ورجعوه تاني وكمل جهاده وتعليمه، وكمان ربنا عمل معجزات كتير على ايديه، ولما اكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجائي. هللويا. مبارك لا باسم الرب إله القوة، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجميع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يقولون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبعوا جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ قالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكوا على الأرض، وأخذ 7 والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع، فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 مملوءات، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء ولا أولاد. والمجد.
الله دائما.